أهلا بكم من جديد. طهرت مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي منطقة الحمرة التابعة لقضاء بيجي من المخلفات الحربية. وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان له أن المفارز الفنية والهندسية التابعة لمديرية مكافحة المتفجرات في الحشد المرافقة للقوات الأمنية في قضاء بيجي طهرت المنطقة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التي خلفها داعش الإرهابي بشكل آمن.